عارف تمام ليه؟ كده حضرتك وصل؟ ايوه تمام. كده الصوت كويس؟ طيب بص يا حور تاني بقى، ايوه يبقى القيمة تعالي يا التقريبية، حب. هقول تاني، القيمة التقريبية تاني، عندنا أرقام فقيرة وأرقام غنية، الأرقام الفقيرة هم خمسة اللي هم مين؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، الأرقام الغنية من أول خمسة، خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، فهو لو جاب لي مثلا أهو، لو جاب لي رقم زي كده 58، ها ومين اللي وجد القيمة التقريبية؟ ها 58، هبتدي أنا أبص على مين؟ كده كده الثمانية دي أحط بدالها صفر، كده كده وابتدي ابص عليها، هل هي فقيره ولا غنيه؟ غني غنيه، الثمانيه بص كده الارقام دي الغنيه، ثمانيه غنيه، يبقى هتدي للخمسه واحد هتبقى كام؟ هتبقى سته، ستين تمام؟ وهي بتتلغي بقى، هي اتحط مكانها صفر. طب قولي لي انت دي كده، قولي لي هتبقى كام؟ الاثنين دي فقيرة وهي مش هتديلها جنيه. صح، يبقى هتفضل سبعة، صح؟ هتفضل سبعة كده، ونحط بدل الاثنين ايه؟ طب صفر. عم صوتك ماما مش احنا شايفة. كده كده سواء هي غنية أو فقيرة بنحط مكانها صفر. طيب قولي لي دي مثلا هتبقى كام؟ هي الخمسة غنية، الخمسة جبت الثمانية جنيه، الثمانية هتبقى كام؟ الثمانية تكون أيوة. حلها عندك حتى في الكراس، يبقى الإجابة النهائية هتبقى كام؟ تسعين ها؟ تسعين برافو عليك، برافو عليك، بس. طيب ساعات بقى هو يجيب لي ايه بقى؟ يجيب لي اعداد ويقول لي جمع، يعني يجيب لي رقمين اجمعه يقول لي وجد القيمه التقريبيه. طيب بص يا حور، انا عايز افهمك حاجه، 32 دي انا لو عملتها هتبقى كام؟ هتبقى 30، لان الاثنين فقيره مش هتدي لدي حاجه، مش هتدي الثلاثه حاجه. فانت حتى تلاحظي حاجه، لما تكون ماما مثلا بتشتري من السوبر ماركت مثلا حاجات ب 32 جنيه، تلاقيها بتقول للراجل ايه؟ يعني قول 30، يعني قول 30، يعني ايه قول 30؟ يعني ال 32 جنيه دي قريبه من ال 30 جنيه، قريبه من ال 30 جنيه. حتى انت لما تشتري حاجات من السوبر ماركت لما تكبري شويه وبس ب 32 جنيه، تيجي تقولي لماما وجبت مثلا جبنه وشاي وحاجات ب 32 جنيه، تقوم ماما قايله لك يعني قولي، يعني قولي 30. يعني قولي دي يعني احنا عملنا لها قيمه تقريبيه، قلنا الاثنين دي فقيره مش هتدي الثلاثه حاجه فتفضل 30. طيب لكن لما انت تجيبي حاجات من السوبر ماركت وتقولي لماما الحاجات ب 39 جنيه، مش معقوله ماما هتقول لك يعني قولي 30، امال ماما هتقول ايه؟ التسعه دي غنيه هتدي الثلاثه هتخليها اربعه صفر، فماما هتقول لك يعني قولي 40 جنيه، قولي 40 جنيه. ليه؟ لان ال 39 جنيه دي قريبه من ال 40 مش قريبه من ال 30. يعني احنا حتى كده لو جينا عملنا خط كده اهو، ال 39 هنا مثلا، ال 30 هتلاقيها بعيده خالص هنا اهو. ليه؟ لان في هنا 31 32 33 34 35، شوفي 36، يعني لو تخف بس بتاع كده شويه 36، هكملها بس كده 36 37 38 39 40 41. اما اجي ابص بقى، ادي ال 39 اهي، ادي ال 39 اهي، هلاقيها قريبه من مين؟ قريبه من ال 40 مش قريبه من ال 30. بص ال 30 فين؟ 39 اهي، 39 قريبه من ال 40 مش قريبه من ال 30، عشان كده الاجابه طلعت 40. الاجابه طلعت ايه؟ 40. يبقى انا لو في الرسم فهمناها، لو من غير رسم تشوف مين الغني ومين الفقير ويدي ولا لا. طيب بص بقى،
لو جينا بصينا بقى يديني اعداد يقول لي اجمعها بالقيمه التقريبيه ازاي؟ يعني يقول لي مثلا بصي 42 زائد 26 واللي يوجد القيمه التقريبيه. انا بسيطه نفس القصه، همسك ال 42، هل الاثنين دي هتدي للاربعه؟ الاثنين هتدي للاربعه يا حور؟ او الاثنين فقيره صح؟ لا مش هتدي، هتدي للاربعه، يبقى دي هتفضل اربعه والاثنين هتبقى صفر. طيب نيجي على الرقم ده، هل السته هتدي للاثنين؟ هتخليها ثلاثة والستة هتبقى صفر. أقوم أما أجمع بقى، لما أجمع أهو صفر وصفر صفر، أربعة وتلاتة سبعة، يعني صفر وصفر صفر، أربعة وتلاتة سبعة. دي كده اسمها القيمة التقريبية، القيمة التقريبية. طب لو أنا جمعت القيمة الصحيحة، القيمة الصحيحة يعني إيه؟ يعني من غير ما اعمل حركه اللي يدي واللي ما يديش ولا التقريب ولا الكلام ده. لو جمعتها 2 و6 8، 4 و2 6، هلاقي الاجابه طلعت قريبه اهي، 68 قريبه من ايه؟ قريبه من 70. 68 برضو ال 8 هتدي لل 6 تخليها 7. تمام؟ فانا دلوقتي انا هدي لك ارقام، يعني هعمل واحده كمان، هدي لك ارقام واخليك انت ايه؟ تعملها لي بالقيمة التقريبية. يعني هقول لك مثلا 53 زائد مثلا 27. ها هنيجي الأول على 53. ها 3 هتدي للخمسة. بس يا حازم. يا حور 3 هتدي للخمسة. 3 هتدي للخمسة؟ لا عشان الثلاثة فقيرة يبقى دي هتفضل خمسة. طب هنا السبعة هتدي للاثنين ولا مش هتدي لها؟ سبعة هتدي لها واحد تخليها كام؟ ثلاثة، والسبعة هتبقى مكانها صفر. تاني يبقى السبعة بقت صفر وادت الاثنين خلتها ثلاثة. ابتدي اجمع دول بقى، ها صفر وصفر والصفر، خمسة وثلاثة ثمانية، يبقى القيمة التقريبية كام؟ 80. معايا حور ولا مش معايا؟ معايا. عشان هقول واحدة دلوقتي انت هتعمليها وبعدين اديك المسائل اللي انت تعمليها. هقول واحدة انت اللي هتقولي لي حلها بقى دلوقتي. اهو. حلها حتى عندك في الكراسة وقوليها لي. اهو. خلي دي مثلا اعمليها عندك وبوريها لي، قوليها لي او قوليها معايا كده. ال 62 هتبقى ايه؟ ال 62 هتبقى ايه يا حبيبي؟ 62 هتكون 8. ال 62 هتبقى كام؟ هتبقى كام في القيمه التقريبيه؟ 8. 8 ازاي؟ لا الرقم ده مش قلنا هنبص على الاثنين هتدي السته ولا لا؟ يا حورة بتكلم على الرقم ده، الاثنين هتدي السته ولا لا؟ لا. يعني الرقم ده هيبقى كام؟ الرقم ده الاثنين هيبقى اجابته كام؟ انا هحط بدل الاثنين صفر، وهي مش هتدي الستة، فالستة هتفضل ستة زي ما هي، يبقى اجابته 60 صح؟ طيب زائد الرقم ده يبقى كام؟ او العدد ده يبقى كام؟ سبعة هتدي الاثنين، يبقى سبعة هتدي للاثنين. هتخليها كام؟ هتخليها 30، والسبعة احط بدالها صفر يعني بقت ايه؟ 30 صح كده؟
صح. نجمع بقى الرقمين دول، العددين دول، صفر زائد صفر، نجمع الأحاد مع الأحاد، صفر زائد صفر صفر، ستة زائد ثلاثة تسعة، بقت الإجابة 90، القيمة التقريبية 90. طب هاخد كمان واحدة، ال 43 دي هتبقى كام؟ هتبقى اجابتها كام؟ شوفي بقى الثلاثة هتدي للأربعة ولا لا، وشوفي الإجابة هتطلع كام؟ لا يعني هتطلع لا إجابته، يعني دي أجابة، الرقم ده هيطلع إجابته كام؟ العدد ده هيطلع إجابته كام؟ 40. ها؟ 40. برافو عليك. طيب والعدد ده هيطلع إجابته كام؟ استعجليش بقى، شوفي هيدي ولا مش هيدي؟ 60. برافو عليك، لأن الثمانية هتدي للخمسة تخليها ستة، والثمانية يبقى مكانها صفر. نجمع بقى صفر وصفر هو الصفر، أربعة وستة عشرة. بس سهلة يا حور ولا صعبة؟ أدي لك مسائل عليها تعملها لي دلوقتي، والواجب هيبقوا المسائل اللي هي ماما كانت بعتهم لي على الواتساب، كان في مسائل على القيمة التقريبية دي ماما كانت بعتهم، بس هديك الواحد الاول واحده ناقص، واحده ناقص عشان نفهم برضو الناقص. هديك المسألة تعملها هنا، والواجب اللي هم هيبقوا اللي كانت ماما بعتهم على القيمه التقريبيه. بص من كتاب سلاح التلميذ تقريبا. طيب بص ممكن يجيبها لي ناقص برضو اهو، 37 مثلا ناقص 12. طب ال 37 هتبقى كام؟ فكري فيها كده، شوف السبعة هتدي ولا لا، وهتبقى كام؟ يعني ده كده إجابته هتبقى كام يا حور؟ يعني لما الثلاثة تاخد واحدة تبقى 20؟ ها؟ السبعة هتدي التلاتة؟ هتكون 40. برافو عليك. طيب هنا الاثنين هتدي الواحد؟ لا طبعا، يعني ده اجابته، ده اجابته هتبقى كام؟ هور هتكون بس بقت 40، الاثنين هتحط مكانها صفر، مش هتدي للواحد، بقت 40 ناقص 10 صفر ناقص صفر صفر، و4 ناقص 1 3، خلصت على كده. سهله ولا صعبه؟ طيب دي القيمه التقريبيه. طيب بص بقى يا حور، هكتب لك انا مسائل تعملها لي دلوقتي، هسيب لك بتاعت فقيره وغنيه دي تنقليها، انت عرفتيهم فقيره وغنيه دول، هكتب لك انا مسائل بقى تعملها لي اهي. خلاص عايزه تكتبي بتاعت فقيره وغنيه دي عندك في الكراسه، اكتبيها. كتبتيهم؟ كتبناهم. طيب ماشي كتبتهم. طيب ماشي، عشان هدي لها مسائل بقى تعملها عليهم. ماشي حضرتك خدتي بالك معاها ايه نظام القيمه التقريبيه دي ايه؟ ايوه، هي الفكره فيها ايه؟ بيعلمهم، عشان هم الامريكان بالذات عندهم كل حاجه تقريبيه، فهو ايه دلوقتي العالم كله ماشي على نظامهم، فبيعلموا الولاد. أيوة. حتى دلوقتي في الماس حتى يقولوا لهم الاستيميشن، الاستيميشن اللي هو القيمه التقريبيه، يعني هم بيعتمدوا ايه؟ انت دلوقتي مثلا لو حور اشترت حاجات من الهايبر مثلا، وجات تقول لحضرتك الحاجات كلفت 37 جنيه. احنا فعلا في الحياه بتاعتنا بتقومي قايله لها يعني قولي 40 جنيه. قولي دي، قولي دي هي القيمه التقريبيه. فمن حضرتك معتمد على كده. يعني قولي دي هي القيمه التقريبيه. يعني ان هم بيحاولوا يجيبوا ايه؟ يعني انا بدل ما اقعد اقول الحاجات كلفت 37 جنيه ومش عارف والشاي كلف 21 جنيه، فاحنا بنقوم قايلين ايه؟ قول ال 37 دي 40 وال 21 قول 20. يبقى 40 و20 يعني قول تقريبا 60، تقريبا 60 ثمن الحاجات. هو ده بالظبط القيمه التقريبيه. بس بيقربوها على اساس ايه بقى؟ يعتبروا الارقام اللي من صفر لاربعه دي فقيره، ما بتزودش حاجه. والارقام اللي من خمسه فيما فوق غنيه. يعني ما ينفعش كل حاجه مكلفه 39 جنيه وانا اقول قول 30 جنيه، لا هقول قول 40 جنيه، التسعه رقم غني. خدت بال حضرتك الفكره ماشيه ازاي؟
ايوه تمام. طيب طب هكتب لها بقى مسائل الجامعه على طرح بالقيمه التقريبيه، هما كلهم هيبقى برضو ايه السؤال هيجي لك كده، اوجد القيمه التقريبيه تمام. مثلا بس يعني هي ممكن تحل دول، وان شاء الله الواجب بتاعها اللي كان حضرتك بعته لي على الواتساب بتاع القيمه التقريبيه، انا شفت لها الواجب اللي هي عاملاه دلوقتي الحمد لله كله تمام، اللي حضرتك بعته لي على تمام الواتساب الواجب بقى اللي حضرتك بعته لي من شويه تمام ماشي تمام الحمد لله مفيش حاجه. الواجب بقى لحضرتك اللي حضرتك كنت بعته لي على الواتساب كان فيه حاجات بعتها لي على اوجد القيمه التقريبيه دي تقريبا من كتاب سلاح التلميذ، فهي ممكن تبقى تحلها ايوه كواجب تمام عليها. بس تحل دول دلوقتي، هشوف آدم وبعد ما يعني بعد ما اخلص آدم اشوفهم تاني عمل فيهم ايه. خلاص ماشي. تعالى يا ادم ابدأ. ادم ما حضرتك طيب ماشي تعالى ادم. طيب ازيك يا ادم عامل ايه؟ ادم الحمد لله. شاطر يا صدقه، حد يقول لك ازيك عامل ايه؟ قول له الحمد لله. طيب بص بقى فيه، لو قلنا الرقم ده اسمه ايه؟ واحد طيب ده اسمه ايه؟ اثنين ده اسمه ايه؟ ثلاثة. ثلاثة ثلاثة ده اسمه ايه؟ لا ار ار اه ار ايه؟ أربعة أربعة. أربعة ده اسمه ايه؟ ده خمس خمسة. ده اسمه ايه؟ اثنين لا ست ستة. بص الاتنين بصة ناحية اليمين، بصة للواحد، الستة بصة على احنا الشمال. سنت فتر سنت فتر طيب الاتنين عشان حلوة بصة ناحية الواحد ناحية اليمين، الستة وحشة فبصة ناحية الايه؟ الشمال، مش كده؟ طيب ده اسمه ايه؟ ها سا سبعة. ده سبعة طب وده وده تمام تمام ستة تمانية. بص علمها، بص تحت ثمانية، تحت ثمانية خلاص. طيب وده ثمانية وده اسمه ايه؟ وده تس ها تسعة تسعة. طب وده بقى ده رقم جميل، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ عشر. ها عشر عشر. طيب عايزين نقولهم تاني بقى، عايزين نقولهم تاني، برافو عليك. عشان ماما قالت طيب ماشي خلاص، ما تخليهاش تقول لك تاني، عايز تبقى شاطر اشطر من ماما، عايزك انت تكون ماشي عشان تبقى اشطر من ماما واشطر من طول، مش كده؟ عشان انا دايما اقول لهم كده، ادم اشطر من ماما وطول وبابا، ماشي؟ طيب يلا قول بقى تاني من الاول. ها واحد واحد
واحد طيب اثنين اثنين ايش ثلاثة ايوه تسعة لا اربعة اللي انا مش هقول لك عليه فوق بالقلم ده اللي فوق القلم اربعة أربعة تسعة خمسة خمسة تمانية ستة ستة سبعة سبعة تسعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة أنا بص عليه بقى عشرة 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 تاني اكتب لك دول تحت شوية عشان ما واحد تتلخبطش واحد واحد استنى اكتب لك دول تحت شوية عشان وحود ما تتلخبطش عشان ما يبقاش شوية وحود 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 بص يا ادم تاني وحود ها دي عشرة ها قول بقى كده تبقوا ملأ أو طب قول واحد اثنين ها ثلاثة ثلاثة أربعة ها أربعة أربعة كم ها خمسة خمسة ستة ستة سبعة 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 ده بعده كام بقى بعد السبعة تمام بعد السبعة ثمانية 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 ها تسعة ثمانية تسعة تسعة عشرة تسعة عشرة عشر تاني عشر واحد طيب واحد واحد قول واحد اثنين مين ها اثنين ماشي ها ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة 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 ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة عشرة واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمس واحد واحد قول انت قول انت قول اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمس واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ست سبعة سبع ثمانية ثمان تسعة تسع
عشرة، عشرة، ستة، عشرة، ستة، ستة، سبعة، سبعة، ثمانية، ثمانية، تسعة، تسعة، عشرة، عشرة، واحد، واحد، اثنين، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، أربعة، خمسة، خمسة، ستة، 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 سبعة، سبعة، ثمانية، ثمانية، تسعة، تسعة، عشرة، عشرة، واحد، واحد، اثنين، اثنين، ثلاثة، 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 أربعة، 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 خمسة، 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 ستة، خمسة، ستة، سبعة، 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 ثمانية، 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 مالكش دعوة بخوخك، ثمانية، تسعة، تسعة، عشرة. ايه يا ادم، عشرة، عشرة. عشرة، اكتب لك ارقام وانت تقول لي، اسالك بقى وانت تقول لي ده اسمه ماشي. ايه. بص يا ادم، العدد ده اسمه ايه؟ تعالى يا آدم، هو راح فين؟ آدم هو باع القضية وزهق. العدد ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ثلاثة. الرقم ده كام؟ العدد ده كام؟ عدد ده ده اسمه اسمه ايه؟ ثلاثة، اتنين. ثلاثة، ثلاثة، اسمه اتنين، اثنين، يعني لو كور، لو عندنا كور يبقى اثنين، كورتين كده. بص كورتين كده ماشي، لو كور مش بتحب الكرة يبقى كورتين كده، واحد، اتنين، اتنين. طيب طب دول كام كورة؟ قدهم كده. ها واحد، اثنين، ثلاثة، حلو، ثلاثة اكتبها ازاي؟ اهي هلا. واحد، اثنين، طيب ثلاثة، اثنين، ثلاثة، طيب دول كم كورة؟ عد الكور دي كده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة، خمسة كده ماشي، شطورة. طيب لو دول بقى، بص الكور دي بقى مش هتدوها، دول كام كورة؟ عد الكور دي كده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة، برافو عليك، ستة. طيب عايزين نعد الكور دي. عد دول كده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمل بقى ثلاثة، في تحت اهو تاني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كمل. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها؟ ستة، عشرة، لا، ثمانية، ستة، سبعة، تمانية، ستة، سبعة، سبعة، تمانية، ثمانية، ستة، سبعة، سبعة، ثمانية، تمانية. بنكتب تمانية اهي. ستة، سبعة، ثمانية، طيب عدي لي دول كده.
ماشي عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة تمانية لا ستة بعد ستاشر بعد ستة بعد ستة ايه سبعة تمانية تسعة ها بعد ستة سبعة تمانية تسعة قول تاني قول تاني ستة سبعة تمانية تسعة قول ستة ستة تمانية ستة سبعة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة عشرة تاني ستة سبعة تمانية عشر لا تسعة عشر قولهم تاني ستة عشر. تاني ستة ست. أقول ستة ستة سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة تسعة عشرة عشر قول تاني ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة عشرة ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة عشرة ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة قول لي بقى الأعداد كده من واحد لعشرة تاني قول من أول واحد كده ها عدي لي دول كده الكور دي عشرة عدهم لي تاني كده ها يلا واحد ها واحد كمل عد الكور دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة عشرة لا قلنا بعد الستة إيه سبعة تمانية سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة عشرة تاني قدوم تاني قد الكور دي تاني عد دول تاني يا آدم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ستة بعد الستة بقى على طول ها ها الستة إيه بقى على طول لا بعد الستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة قول وراي ستة سبعة تمانية تسعة عشر تاني قولهم تاني قدهم لي تاني من الأول ها واحد واحد قدهم بقى عد الكور دي عد شوية دول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كمل ستة ستة سبعة أيوة بعد السبعة سبعة تمانية تمانية بعدين بعد التمانية بعدين بعد الثمانية تسعة تسعة عشرة قولهم تاني كده ستة سبعة تمانية قول ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة عشرة قولهم على بعضهم بقى ستة سبعة تمانية تسعة عشرة قولهم ستة سبعة تمانية عشرة تسعة عشرة تاني قول تاني ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يلا تسعة ستة ستة سبعة تمانية قول يا آدم ستة سبعة تمانية ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة عشرة قولهم بقى تاني ها
ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يلا قول قول ما تزهقش عشان تبقى شاطر، عايزك تبقى اشطر من حور وماما وبابا ومني، تبقى اشطر من الناس كلها. ها يلا ستة، ها ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يلا ست، ها ست، يلا سبعة تمانية تسعة، ها عشر، تسعة عشر. طيب هكتب لك بقى مسائل، هكتب لك مسائل ماما تكتبهم لك وايه؟ تبقى انت خلصت بس، او خلي حور تكتبهم لك خلاص، لو ماما مش فاضيه خلي حور تكتبهم لك عشان تكتبي. قول بقى معايا ادم تاني كده، ادم يا ادم. نعم. قول معايا تاني. نعم. واحد، يلا واحد، ها اتنين، قول عد انت معايا ادم. واحد اتنين تلاتة، واحد تلاتة تلاتة اربعة، اربعة خمسة، قول انت بتنام، خمسة ادم، خمسة ستة، ستة سبعة، سبعة ثمانية، قول ثمانية، ثمانية ثمانية ثمانية، تسعة تسعة عشر. عشر هو تعب معلش، انا عايز دول، عايز دول يكتب منهم صفحتين يعني، يكتبهم كامل الصفحة. وبص حضرتك وهو بيكتب يقرا، وهو بيكتب يقرا عشان مش تيجي معاه بكتر التكرار. وبعدين بقى هنديله ايه؟ هديله بقى كور كده يعدها، يعدها يعني يكتب اسم الكور فوقيها او تحتيها وخلاص، اهو يعني يكتب كده مثلا، ياخد الكورتين دول يكتب تحتهم كده بحيث انه ايه يتعلم موضوع العد. تمام مستر. اهو بس دول يعني دول ياخدهم في الواجب، اكتبهم من عندهم يعني يكتب تحتها، يكتب تحتها. ماشي يا مستر. تمام فاهمين حضرتك؟ ايوه تمام. عشان يتعود ايه ما ياخدهم بالعد، خدهم المره اللي فاتت بالتوصيل، خدوا كده شويه بشويه ان شاء الله هتحفظوا باذن الله يعني، عشان برضو لسه صغنن يعني، فايه ما بيبقاش تبقى الذاكره لسه برضو ايه مش قوي. فكره التكرار ان شاء الله هيجوا معايا. ان شاء الله يعني لما يكتب دول هو مثلا صفحة ينزل بيها أو صفحتين يرجع يكتبهم تاني، مثلا يعني يكتب دي صفحة وكمان صفحة صفحتين، وبعدين يحل دول برضو هيعد، برضو كده كده بيعد، كلها تمارين بتخليه يعد. طالما بيعد هيبتدي إن شاء الله إيه، أنا عايزه بس يجي عنده الملكة بتاعت إيه، إن بعد الستة يعني هو حافظ لحد ستة كويس، وبيجي من ستة يقوم ناطط يقول عشرة، هي الحتة دي بس يعني، ده كده كله بيعده كويس، يجي من ستة يقوم ناطط قال عشرة. هو لو من كتر بقى ما يكتبهم، معلش من كتر من كتر حضرتك ما يكتبهم بقى، الله اكبر الله اكبر، 80 ناقص 70 كده، من كتر ما يكتبهم هتلاقيه ايه، هتلاقيه بيتعامل الترتيبه بتاعته. تمام ماشي. طب تمام ماشي. حضرتك كتبتهم له؟ حضرتك كتبتهم له؟ 8 7. الو؟ حضرتك كتبتهم له خلاص؟ يا مستر كتبته. طيب طب حضرتك هاتي لي حور كده اشوف عملت ايه؟ كتبته. طيب حضرتك هاتي لي حور بقى اشوف عملت ايه؟ في المسائل. معايا كام؟ في المسائل اللي اديتها. ولا هي ما حلتهمش؟
هي مش فاهماهم لسه يا مستر كويس. طيب ماشي، هاتيه هاتيه هنقولهم تاني، هاتيه هنقولهم تاني. خبرنا من علامات ناقص وزائد. معلش هو التقريب ده، التقريب ده كان في رابعه ابتدائي، فهو في التطوير نزلوه تانية ابتدائي دلوقتي اولى ابتدائي، بس هو اصلا كان في رابعه ابتدائي، فمش مشكله. بس هم بصراحه في امريكا والدول دي بياخدوه من اولى ابتدائي كمان زينا. طيب بص يا حور، تاني هنقولهم مع بعض. لا هو ده الثانية ابتدائي. اتفضل. أنا بكتبهم تاني أهو وهنقولهم مع بعض. طيب. وفي كان في هنا برضه مسألتين اللي هما كام؟ معلش مرة في مرة هناخده المرة دي إن شاء الله والمرة الجاية كمان. يعني حتى لو حليتيه غلط في الواجب ما تزعليش عادي. هناخده تاني المرة الجاية برضه. بكرة. طيب. بص يا حور. ها احنا قلنا ال 32 دي، فور انت معايا؟ الو يا حور، فور الو الو. ايوه يا حور، حور الو. طيب بص، 32 ده قلنا هيبقى كام؟ 32 ده هيبقى كام؟ الاثنين هتدي للثلاثة، حور. طيب ليه؟ عشان الاثنين فقيره. بصي بصي، هم الاربعه دول فقراء، الخمسه دول فقراء. بصي اللي هو الصفر، واحد اثنين ثلاثه اربعه، كل دول فقراء. الخمسه التانيين بقى اللي هم من اول خمسه، خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، دول اغنياء. فكده الاثنين دي فقيره، مش هتدي للثلاثه، فهتفضل الثلاثه ثلاثه زي ما هي، ونقوم كاتبين صفر. سهلة؟ طيب نشوف الرقم اللي جنبه، هنكتب الزائد ايه زي الزائد. ها الخمسة هتدي للستة، هتخليها كام؟ ايوه خليها سبعة، ونحط بدل الخمسة صفر، يبقى بقى الرقم 70. نجمع بقى، صفر زائد صفر صفر، ثلاثة زائد سبعة عشر. ما هو انت عندك ادي ثلاثة اهو، ادي ستة اهو. طيب ادي ستة اهو، لما الخمسة تدي لهم كمان واحد هيبقوا سبعة، بس هما كانوا ستة، لما الخمسة هتدي للستة كمان واحد بقت سبعة، بس احنا بنحط صفر بدل الخمسة. خلاص يبقى الرقم ده بقى 30 وده بقى 70، 30 و70 ادتني 100. طب تعالي نشوف المسألة اللي بعدها. ال 24، ال 4 هتدي للاثنين؟ يا حور ال 4 هتدي للاثنين؟ ال 4 فقيرة ولا غنية؟ ها؟ يا حور فقيرة يعني مش هتدي الاتنين. علي صوتك، علي صوتك زي ماما كده. هتدي للاتنين ولا مش هتدي لها؟ هتدي، يعني هتفضل اتنين زي ما هي، والاربعة نبقى مكانها صفر. طيب الاتنين دي هتدي للخمسة ولا مش هتدي لها؟ هتدي، مش هتدي لها، تفضل خمسة زي ما هي، والاثنين بقى مكانها صفر. لو قلنا كده كده بنحط بدل الاثنين صفر، ونشوف هتدي الخمسه ولا لا. ما ادتش الخمسه تفضل خمسه،
نجمع بقى اهو، صفر وصفر صفر، اثنين وخمسة سبعة. طيب قولي لي انت اللي بعدها دي بقى، ها اسعلي صوتك، قولي لي اللي بعدها. سبعة تدي التلاتة ولا لا؟ هتديلها يعني هيبقى الرقم ده كام، العدد ده يبقى كام؟ ما هي تلاتة اهي، هتكون تلاتة، هي هتدي لها واحدة هتخليها أربعة، وبنحط صفر بدل السبعة بس، خلاص بقت 40. طيب ناقص ال 21، الواحد هيدي للاثنين، ده هيدي لده، يا حور الواحد ده فقير هيدي للاثنين، مش هيدي لها، تفضل اثنين زي ما هي، وهو هيبقى كام؟ صفر. معلش معايا؟ طيب صفر ناقص صفر صفر، أربعة ناقص اتنين اتنين. طيب تعالى على دي بقى، عايزك أنت اللي تقولها لي بقى يا ريت، عايزك تقولها لي كده وتعلي صوتك. ها الأربعة تدي التمانية؟ لا. يعني هيبقى العدد كام؟ هتبقى الإجابة كام؟ الأربعة تكون ده والتمانية تكون تمانين. يعني هتبقى الإجابة 80، برافو عليك. طيب هنا عايزك تقوليه كده بصوت عالي وحلو كده، ما تناميش. ها هنا الخمسة هتكون إيه؟ صفر. طب والستة هتبقى إيه؟ الستة دي حد هيدي لها؟ خمسة هتدي لها ولا لأ؟ يا حور الخمسة هتدي، طيب الخمسة هتكون صفر، الخمسة هتدي للستة ولا مش هتدي لها؟ الخمسة هتدي لها، يعني الستة هتبقى كام؟ سبعين. برافو عليك، سهلة بقى، 80 ناقص 70 سهلة، بطرح صفر ناقص صفر صفر، وتمانية ناقص سبعة واحد بس. طيب انت بقى تقولي لي دي، ده هيبقى كام بقى اجابته على طول؟ ايه؟ الاثنين هتبقى صفر. طب السبعه هتبقى ايه؟ تبقى سبعه ولا هتبقى ثمانيه؟ سبعه. سبعه، لان الاثنين مش هتدي لها. طيب قولي لي انت دي بقى، التسعه هتبقى ايه؟ يا حور التسعه هتبقى صفر، التلاتة هتبقى أربعة. برافو عليك، نجمع بقى أهو، صفر وصفر صفر، سبعة وأربعة 11. بس هتحلي بقى أنت الواجب اللي ماما كانت بتبعتهولي من سلعة التمييز، خلاص؟ وإن شاء الله هتحلي الواجب، كانت ماما بعتلي واجب على القيمة التقريبية ده من سلعة التمييز، هتحليه وابعتهولي على الواتساب. لو ما فهمتوش مالكيش دعوة، هنقوله تاني بكرة، إحنا عندنا بكرة تاني الساعة 7، هنقوله تاني بكرة ان شاء الله. ماشي حبيبتي؟ ماشي. طيب يلا سلام عليكم.